نحكي شوية على الترجي وتعيين معين الشعباني مدرب للترجي الرياضي التونسي ومجدي التراوي مساعد لي دونك أول مقابلة بشرف معين باش تكون غدوة ضد اتحاد تطاوين بطبيعة الحال ما نقول على منصة ديوان سبور. شنو قال معين أول ما جي تونس في تصريح لي في موزايك شوية ونشروا التعليق. هذا واجب سبيرانس تحكي على سبيرانس معناها أي إنسان عنده شرف كبير باش يكون انترنور دو سبيرانس دونك سي توتا في نورمال باش نقبل معناها مالغري اللي قبل كل شيء لازم نشكر برشا المسؤولين تاع النادي اللي كنت فيه نادي سيراميكا على التفاهم نتاعهم ونشكر زاد سي حمدي على الثقة اللي حطها في شخصي وكهو تحب تسميها هذا واجب تحب تسميها احترافية ولكن نحب نقول لك زاد راهو سبيرانس طموح أي مدرب في أي مكان. دونك هذا شنو قال معين الشعباني. نبدا بك بليل المساوي وانت كمكشخ وانت ديما تقول هذايا فرحان بعوده معين الشعباني ولا لا؟ نتصور انك تكون فرحان خاطر شوف في تعليقات بليل يقول لك اي فما منطقه جو انترونور هز برشا تيتروات ناجح مع ترجي دونك ما شبعيه كيك سوا ترجي ولا ايطوال ولا صفاقس ولا اي جمعيه في العالم انترونور ناجح عمل باركور باهي منطقي باش يرجع وقت الجمعية تبدا معناها طايحة دونك حاجة عادية جدا. ايوه حاجة عادية جدا ان شاء الله. تعليقات بليل ريتهم يقول لك باهي برشا عودة معين الشعباني ومانيش في حاجة في مدرب أجنبي معين يعرف الفريق فوالا انا قلت لك الراجل التونسي وهز سبعة تروات مع ترجي دونك فوالا ما عاد انا راها عادية أي جمعية في العالم يبدا عندها ترونور باهي كي يتيح النتائج رجعوه دونك حاجة عادية جدا إن شاء الله ربي يوفق الناس كله إن شاء الله تكون يعني يعاود يتألق كما تألق قبل مع ترجي. صف والله كما قلت معناها كما قال بلال توا على الأقل هو ولد الكوجينة معناها يعرف الدار بالباهي الكلوار وين بيت الصالة وين الكوجينة وين كذا فهمني يعرف التفاصيل كل بيجيب ممرن من برا واحنا تو في ازمه ماليه تعيشها تونس ما وباش تخلصوا بالديفيز وبرا شوفوا انا ارخص ممرن يبدا معناتها كما نقولوا احنا متوسط على الاقل بيجي يقول لك 30 الف اورو ولا حاجه كما هكا يعني معناها تقريبا 90 ولا 100 مليون تونسه فعلاش لا ما نعطوا فرصه كما قال الراجل هز التكروات وهز الدنيا فهمتني معاها ويعرف الجو الكل يخدم على رويحته وهذاك هو هذاك هو شنو هو فوالا فوالا هذيك هي سوفي وحنا نحكيو على الكره الوليد نكملوا مولديه بوسالم يكتب التاريخ الشباب ويتوج بطلا لافريقيا دونك بعد ما تغلب على الزمالك المصري بثلاثه اشواط لشوطين دونك بصراحه الف مبروك للاعبيه ومبروك زاد المدرب التونسي هيثم الوسلاتي شفنا برشا فيديوهات والتفاعل حتى نتاع المعلق الوطني الثاني كيفاش تعلق معناها تفاعل مع الفوز هذايا نقول لهم ان شاء الله الف مبروك. والله العظيم مش نقول حاجه انا معناها الحقيقه مانيش مثلا نتبع برشا ماتشات فولي ولا قبل تغرمنا بالهوند شويه وقت كيف ناسيونال في التوب الحقيقه ما نتبعش برشا ما امس بالذات دخلت معناها القهوه ونلقى الناس حاطين الماتش النهائي بتاع الفولي والله شفت برشا حماس معناها شيخه معناها فهمتني خاطر اولا صح فريق كما نقولوا احنا ماهوش الفريق الكبير معناتها سبيرونس ما حبش يلعب سي اس اس ما حبوش يلعبوا ما حبش يلعب حتى يلعب تخذيت بوسالم دونك بوسالم وجولية برافو 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 يعطيهم الصحه والله العظيم متعه وشخنا واسمع تشجيع في القهوه والله العظيم ما عادش عندنا فوتك هاو عندنا اونس جيبر توا نتابعوا شوي في التنس زاد كيف كيف عندنا الفولي كما كنت تحكي انت ودرت فيها ترشح لهذول كاس العالم كاس العالم كاس العالم في البرازيل والله العظيم ما ترشحوش الاخرين ما لعبوش حاجه تفرح وحاجه تفرح برشا وتولت عندنا كيما نقولوا احنا مدرسه جديده نتاع فولي اتحاد بوسالم ونغنوا شكون ماركا الاول بوسالم شكون ماركا الثاني شكون ماركا الاول الزمالك شكون ماركا الثاني الزمالك شكون بوسالم صحيح الله يعملنا جو ان شاء الله مبروك عليهم ان شاء الله ديما متالقين ان شاء الله ديما في التتويجات ان شاء الله هذا هو بلبل